أنيس طبيب بقسم جراحة الكبد بالمؤسسة الإشفائية الجامعية بوهران، يعود بعد 3 أسابيع لأخذ الجرعة الثانية من لقاح سبوتنيك ضد كورونا. الجرعة الأولى تلقيتها 4 فيفري الماضي، 21 يوم من بعد راني جيت نتلقى الجرعة الثانية. نهار الجرعة الأولى موالف ندير أنا الفاكسين تاع لاغريب سيزونيير، جاوني برسك لي ميم سيمبتوم، ام تيت كورباتور ام تيت فيفر كي اون ديسباري 24 ساعة من بعد. مصلحة طب العمل بمستشفى أول نوفمبر بوهران تشهد توافد مستخدمي القطاع الصحي لاستكمال عملية التلقيح ضد كوفيد 19. في البداية الأمر كان فيه بعض المخاوف كما كاع كانت الناس خايفة منها، بصح من بعد لما كانت لا سونسيبيليزاسيون اللي وفرتها المؤسسة الاستشفائية أول نوفمبر صبنا، كانت ردود فعل جيدة من طرف العمال مختلف المصالح. ننصح الناس باش يديروا هذا الفاكسان باسكو الحبا حنا رانا قبلهم، حنا ديناه والحمد لله ما صرنا والو بور لو مومون، اي واحد ما سمعنا والو وحنا ماذا بينا يديو الجرعات. انا فاكسين الحاجه الاولى ليا باش ما واش حاجه الزوجه باش انا ما يكونش سبب باش نعدي ولادي مرتي والديا، والحاجه الثالثه باش انا ما نعديش المرضى تاعي. انا عندي 3 ريزون على جهه ندير الفاكسان. البنادم خاصه يخمم في الناس ماشي غير في روحه، يخمم في الناس الاخرين. اخذ اللقاح الذي اثبتت الدراسات العلميه نجاعته الكبيره في الوقايه من المرض لا تعني ان الشخص قد تخلص نهائيا من اخطار الوباء. يعني تكونوا عارفين باللي كي تديروا التلقيح تاع كورونا كسوسوا الطاقم الطبي ولا غير الطبي مام لي بوبولاسيون جينيرال، هذا سان با تيكوم عمره ما يجي كورونا ولا ما عمره ما تنعدى بالكورونا، تقد تنعدى بس ما يوصلكش دير الاكسجين، ما يوصلكش تدخل السبيطار، ما يوصلكش الكوما. دونك هو يحميك ضد هذوك لي فورم غراف اي سيفير اي مورتيل. وبعد استكمال عمليه التلقيح لفائده الطاقم الطبي وشبه الطبي، ستتواصل عملية التلقيح للأشخاص المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة في مرحلة ثانية على أن تشمل كافة المواطنين الراغبين في التلقيح ضد الوباء في المرحلة الأخيرة.